بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا. إننا في هذه المسابقة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز صاحب الجائزة، نشكر له اهتمامه الكبير، وفي شكره نشكر جميع المهتمين بهذه المسابقة، وكذلك نشكر لأصحاب الفضيلة لجنة التحكيم، ثم أتوجه بتهنئتي لأبناء الطلاب والطالبات الذين تسابقوا، ولزملائي في أمانة المسابقة وجميع اللجان العاملة، شكري وتقديري على إسهامهم في إنجاح أعمال هذه المسابقة، هنيئا لمن حمل القرآن بحقه وكان صاحب قرآن، هنيئا له في الدنيا وهنيئا له في الآخرة. سابقوا بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يشرف بصحبتكم في هذا البرنامج عبد الرحمن بن محمد الشايع، وأيضا الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج، ومحبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي سابقوا، حيث يتجدد بكم ومعكم هذا اللقاء في متابعة جديد المسابقات القرآنية وبث مختارات من أجمل التلاوات. هذا البرنامج نقدمه لكم بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فأهلا ومرحبا بكم. سابقوا. مستمعين الكرام، من الفطر التي فطر الله عليها قلوب عباده حب الاستماع إلى الصوت الحسن، ولأهمية جمال الصوت جاءت في بعض فروع المسابقات الدولية في القرآن الكريم أن خصصت للتلاوة المرتلة ولجمال الصوت، ومما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن من غيره ويحب ذلك، وقد أثنى على صحابته الذين يقرؤون القرآن بصوت حسن، فعندما مر صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وسمعه يقرأ القرآن وكان ذا صوت حسن، سر بصوته وقال له: لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ونحن في برنامجنا هذا نجتهد لننتقي لكم أجمل الأصوات من ميدان المسابقات. سابق ميدان المسابقات. المتسابق يوسف موسى، مرشح مسجد الرحمة في فنلندا الفرع الثاني. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. حسبك. سابقوا هدايات ومشاهد. الهدايات القرآنية محور الحديث فيها عن القرآن الكريم كتاب الله، من تبعه نجا ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا، هو أعظم كتاب نزل من السماء. معد ومقدم الهدايات فضيلة الدكتور منصور بن محمد السميح، الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدولية والمحلية بوزارة الشؤون الإسلامية، اختار موضوعا لهدايات اليوم: العدل في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين،
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأقف وإياكم مع خلق من أخلاق القرآن الكريم. هذا الخلق هو عامل مؤثر في استقرار المجتمعات ورقي الأمم. هذا الخلق به تنتزع صفات الحقد والكراهية والحسد من القلوب، وبه تسود علاقات المحبة والاحترام والأخوة لدى المسلمين. إنه خلق كريم تحدث عنه القرآن الكريم، وتحدثت عنه السنة النبوية، وترجمه الصحابة والتابعون في واقع حياتهم. إنه خلق العدل والإنصاف. ولو تأملت في بحور القرآن التي لا ساحل لها، ستجد أن الله تعالى تحدث عن هذا الخلق، وحث البشرية على التمسك به لما فيه من السعادة والخير في الدنيا والآخرة. قال المولى تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. فما أشد حاجتنا إلى هذا الخلق العظيم. ويقول الله سبحانه في آية أخرى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي إذا تكلمت أيها المسلم فتكلم بإنصاف، وإذا حكمت فاحكم بالعدل، ولا تجعل العداوة والبغضاء تدفعك إلى ظلم أخيك، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أيها المستمع الكريم، لا تنتصر لنفسك ولا لعشيرتك ولا لحزبك، ولا تنتصر لجماعتك ولا لشهواتك، بل انتصر للحق وكن منصفا وقل الحق ولو على نفسك. قال الإمام محمد بن سيرين: ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره. إياك أخي المستمع والظلم. إن زل أخوك زلة أو أخطأ خطأ، فلا تحملك المواقف الشخصية والانفعالات النفسية على أن تنشر خطأه بين الناس وتنسى محاسنه. وهذا الخلق يؤدبنا به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع الزوجات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أو قال غيره: فالمؤمن الحق لا يبغض مؤمنة ولا يكرهها ولا يطلقها من أجل خطأ أو سيئة، لأن المؤمن منصف ولا يرضى الظلم، ويعرف إن جاءت المرأة بسيئة واحدة فعندها حسنات كثيرة فيرضى بها. فمن أراد الاستقرار والحياة السعيدة والبعيدة عن الخلافات والمشاكل والنزاعات فليتخلق بخلق العدل والإنصاف. اللهم وفقنا للإخلاص في القول والعمل، ويسر لنا العدل في الغضب والرضا، والإنصاف في جميع الأحوال. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابق أصوات الندية. أهلا بكم مستمعي الكرام في فقرة الأصوات الندية. ضيفنا في هذه الفقرة من مصر الأخ الفاضل محمد مصطفى عبد الفتاح. حياك الله أخي محمد. حياكم الله. أخي محمد، أنت الفائز الثالث في الفرع الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في دورتها 39. ما شاء الله، كنت أمام اللجنة مميزا جدا، رأيت الثناء في أعين كثير ممن تابعوا جلوسك أمام اللجنة في التصفيات. ماذا يعني لك هذا الوقوف أمام لجنة من دول متعددة في العالم الإسلامي في بيت الله الحرام؟ لا شك أن الوقوف والتلاوة في بيت الله الحرام لها من الهيبة ما لها، ولها من الجلال ما لها، لا سيما أمام هذه اللجنة الموقرة التي تضم جمعا من العلماء والقراء المشاهير، بارك الله في أعمالهم جميعا. وهذا يحملني عبئا ثقيلا ومسؤولية بتحملي لهذا القرآن، حيث أطمح مستقبليا في توسيع مداركي في تعليم القرآن ودراسة علوم القرآن وتوصيله للناس. فإن شاء الله رب العالمين
أطمع أن أنهي علم القراءات والقراءات العشر الكبرى بإذن الله رب العالمين، ثم أتفرغ للطلاب والمدارسة. ما شاء الله، طموحات أتمنى أن تكون لدى كثير من الشباب في العالم الإسلامي. أخي محمد مصطفى، إلى ما وصلت في المراحل الدراسية؟ يعني تخرجت في كلية دار العلوم، كلية اللغة العربية والشريعة الإسلامية سنة 2015. وهل منهج حفظ القرآن الكريم إلزامي لديكم؟ لا. لماذا اتجهت لحفظ القرآن الكريم؟ يعني هذا قدر الله عز وجل أولا، ثم دفعني أبواي إلى حفظ القرآن الكريم منذ صغري. إذن الأسرة كان لها أثر في توجهك للقرآن الكريم؟ طبعا لها أثر بالغ. ما شاء الله تبارك الله. إذن أريد أن أسمع المستمعين القرآن الكريم بصوت ضيفنا محمد مصطفى عبد الفتاح. استعد بالله واختر ما يعادل نصف وجه وأسمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفعك ورفعك بالقرآن الكريم وأقر الله بك عيني والديك. آمين يا رب، ولكم بمثل، جزاكم الله خيرا. أخي محمد، نحن في نهاية هذه الفقرة، فلو تبادلنا الأدوار كيف ستختم هذه الفقرة؟ مستمعين الكرام، أرجو أن تكونوا قضيتم معنا وقتا طيبا مباركا مفيدا في هذه الفقرة من فقرات برنامج سابقوا. أترككم الآن مع بقية فقرات هذا البرنامج. ضيفنا في هذه الفقرة من مصر الأخ الفاضل محمد مصطفى عبد الفتاح. فرسان المسابقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أخوكم عبد الله بن عيسى جناحي من البحرين الفائز بالمركز الأول في الفرع الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 39 والفائز بالمركز الأول في مسابقة البحرين الكبرى سابق شكرا لكم على طيب الاستماع إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سابق فتية آمنوا بربهم وأنابوا إلى خالقهم يتلون كتاب ربهم آناء الليل وأطراف النهار في منافسة شريفة مباركة سابقوا المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين الدائمة لهي النبراس لكل من أراد بناء دولة إسلامية متوازنة تأخذ أصل الوحيين بإكبار وإجلال وتحكيم واعتماد في النهج العظيم وتأخذ أيضاً بأسباب الحياة في اعتدال فالقرآن والسنة لا يمنع المدنية بل يدعو إليها سابق مستمعنا الكريم نصل بك إلى نهاية رحلتنا القرآنية هذه الرحلة التي قدمناها لك بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأخرجتها إلى مسامعكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية شرفنا كثيرا مستمعينا الكرام بصحبتكم في هذا البرنامج هذه تحية محبكم ومحدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع وأيضا من الزميل جمعان بن ناصر الجمعان منسق حلقات هذا البرنامج ومن محبكم أيضا عبد الله بن شويش الشويش إلى لقاء عاطر في رحلة قرآنية قادمة